الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خصمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا حاجة لك إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. افتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين 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 رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. والجزء الأخير فيما يتعلق بالميت، الميت يتعلق به حقوق في رقبة الأحياء، الميت المسلم يجب على المسلمين وجوبا كفائيا إذا مات منهم ميت أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويحملوه ويدفنوه. كويس، خلصنا احنا الحمد لله، عملنا كل حاجة المرة السابقة، دفناه وانتهينا من الدفن. اليوم هنقبل التعازي، يبقى نتكلم اليوم على قوله ولا بأس بالبكاء على الميت، أي يجوز البكاء عليه قبل الموت. الكلام ده في الهامش، ولا بأس بالبكاء على الميت أي يجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده، وتركه أولى. يبقى الأولى ترك البكاء، لكن لو غلبك فيجوز بغير رفع صوت، بغير ندب، بغير شيء، لكن لو غلبك لا بأس، ما هي رحمة. النبي بكى لما كانت بنت أمامة بنت زينب بتموت في حجره الشريف، بكى صلى الله عليه وسلم، وبكى عند موت سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العين تحزن، العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله. فدي رحمة لا بأس، لكن لو قدر يتحمل ويترك البكاء يعني ده أولى لو قدر. ويكون البكاء عليه من غير نوح، يعني رفع صوت، وإلا صار بكاء بالهمز كده. البكاء هو البكاء بصوت، والبكاء بغير همزة هو إيه؟ البكاء بغير صوت، أي رفع صوت، أي رفع صوت بالندب. بالندب يقول لك ندابة، يعني بيرفع صوته عند المصيبة. الندب هو رفع الصوت عند المصيبة، اللي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم الايه؟ السالقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، حديث البخاري مشهور. النبي سيدنا عبد الله بن مسعود يقول انا بريء مما برئ به رسول الله، مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله بريء من الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة أي التي تشق ثوبها عند المصيبة. فالنبي لا يحب هذه الأشياء، بل من الكبائر، لأنها تدل على عدم الرضا بقضاء الله عز وجل. وفي بعض النسخ جيب، ولا شق ثوب ولا شق جيب. والجيب اللي هو إيه؟ المكان اللي بيدخل منه رأسك من الثوب، يسموه الجيب. جيب الثوب اللي هو الشق اللي يدخل منه الرأس. وعشان كده ايه؟ ويدنين عليهن من ويضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني يغطوا رقبتهم. ويضربن بخمورهن اللي هو غطاء الرأس على جيوبهن، يبقى يغطوا رقبتهم. ادي معنى الجيب.
وفي بعض النسخ جيب بدل ثوب، والجيب طوق القميص. ويعز بعد كده، ويعز أهله أي أهل الميت، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم إلا الشابة، فلا يعزيها إلا محارمها. والتعزية سنة قبل الدفن وبعده إلى 3 أيام من بعد دفنه، إن كان المعزي والمعزى حاضرين، فإن كان أحدهما غائبا امتدت التعزية إلى حضوره. والتعزية لغة التسلية لمن أصيب بمن يعزي عليه، بمن يعز عليه، لمن أصيب. يبقى لغة التعزية معناها التسلية، يعني بتهون عليه، بتسليه، بتقف معاه، تواسيه. لمن أصيب بمن يعز عليه، وشرعا الأمر بالصبر والحث عليه بوعد الأجر والدعاء للميت بالمغفرة إن كان مسلم الميت مسلم، والدعاء للميت بالمغفرة إن كان الميت مسلم. لكن لو كان بتعزي مسلم في ميت كافر، واحد مسلم أبوه كافر مات وعامل عزم، فيبقى هتقول له أعظم الله أجرك، وما تقولش غفر لميتك، تقول له أعظم الله أجرك مثلا وصبركم الله وعوض عليكم، شيء من هذا، أي دعاء من هذا، لكن ما تقولوش غفر لميتكم، مش كده برضه؟ والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة. ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لحاجة، قضيق الأرض وكثرة الموتى. وكده يبقى احنا خلصنا ما يتعلق بالميت، ونقف على كتاب أحكام الزكاة نبدأ به يوم السبت القادم. نشوف الشيخ البيجوري هيقول ايه تعليقا وشرحا على ما سبق. يقول الشيخ البيجوري رحمه الله: قوله ولا بأس بالبكاء على الميت، بالبكاء، ما قالش بالهمز هنا، بالبكاء على الميت، فهو مباح. يبقى البكاء مباح، حكمه ايه؟ مستوي الطرفين، مباح. طب والأفضل تركه. والكلام في البكاء بالقصر، بالقصر يعني ايه؟ مش بالمد، ما هو لو همزه نسميها بالمد، لو من غير همز يسموها بالقصر. والكلام في البكاء بالقصر وهو نزول الدموع من غير صوت، فقول المصنف من غير نوح صفه كاشفه، ولا فرق في اباحته بين ان يكون معه حزن او لا. واما البكاء بالمد فهو ما كان برفع صوت، وهو مكروه عند الرمل. نعم، البكاء برفع صوت يعني يندب لفقد نحو عالم أو صالح، ويكره لموت نحو محسن إليه. يعني لو واحد كان بيصرف عليك ومات وتيجي تبكي بصوت عالي، دي دليل عدم الثقة في الله، مين هيصرف عليا تاني؟ ده ربك اللي بيصرف عليك. فما تيجي تبكي بقى عليه علشان كان هو بيحسن إليك وفقدت الإحسان، ده دليل على عدم الثقة في الله. ما يلقش، ما يلقش، اللي يدبر لك ده يصرف عليك هيدبر لك حاجة تانية تنفق عليك، إما إنه يفتح لك باب رزق بنفسك، أو هيبعت لك رزق وخلاص من حيث لا تحتسب. ويكره لموت نحو محسن إليه لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى، ويباح للمحبة والرقة والصبر أجمل. كل ده على فكرة مش على رفع الصوت. يقول لك فهو ما كان برفع صوت وهو مكروه عند الرمل. نعم يندب، اللي هو ايه؟ البكاء بغير رفع، يعني يندب هنا يدعى البكاء بغير رفع صوت. بس انت بتفتكر ان الكلام على كلام الرملي اللي هو رفع الصوت. نعم يندب لفقد نحو عالم او صالح، ويكره لموت نحو محسن اليه. يبقى هو امتى يبقى مباح؟ مستوي الطرفين، لو كان بغير رفع صوت، سواء مصحوب بحزن او عدمه تفرقش. طب وامتى يبقى مكروه؟ كويس، مكروه لو كان برفع صوت. طيب ومتى يستحب؟ لفقد نحو عالم او صالح. ومتى يكره؟ ويكره لموت نحو محسن اليه لتضمن عدم الثقة بالله، حتى ولو كان بغير رفع صوت. كويس؟ ويباح اللي هو اللي قايلينه الأول، للمحبة والصبر والرقة، يعني الشفقة. والصبر أجمل،
ويحرم، متى يحرم؟ البكاء بغير رفع صوت يحرم مع عدم الرضا بالقدر. كويس؟ يبقى عند عدم الرضا بالقدر يحرم. وقد جمع بعضهم بين المقصور والممدود، البكا والبكاء، في قوله بكت عيني وحق لها بكاها، بكاها ما قالش بكاها، بكت عيني يبقى ده دموع العين بس، لان رفع الصوت يبقى العين بتدمع والحنجره شغاله، يبقى عندك ايه حاجتين، لان بيقول بكت عيني فبيتكلم على العين بس، وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل، فلما حط العويل سماه بكاء، واضح؟ علشان كده جمعها يعني في بيت واحد. قوله أي يجوز، ولا بأس بالبكاء على الميت، أي يجوز أي جوازا مستوي الطرفين لما علمت من أنه مباح، وقوله قبل الموت وبعده، لكن الأولى عدمه عند المحتضر، الأولى عند المحتضر ولسه ما بيطلع في الروح، ما تقعدش في الأوضة اللي بيطلع فيها الروح تقعد تبكي، يعني ضعفت عن الموقف اخرج بره واقعد ابكي بره براحتك، لكن ما تقعدش على دماغه، حتى الراجل يبقى مش عارف يموت كمان معاكم، لا كان عارف يعيش معاك ولا عارف يموت كمان، فتسيبه بقى براحته، فما تقعدش ايه تبكي على دماغه هو ايه بيحتضر، فلو زنقك البكاء يبقى تقعد في حجرة بعيدة او مكان بعيد، لكن الاولى عدمه عند المحتضر وهو بعد الموت خلاف الاولى، لأنه حينئذ يكون أسفا على ما فات، نقله في المجموع عن الجمهور. قول وتركه أولى، فيكون فعله خلاف الأولى، ولعله راجع لقوله وبعده، فلا ينافي أنه مباح قبل الموت، ويؤيد ذلك عبارة المجموع السابقة قول ويكون البكاء عليه من غير نوح، أي ويكون البكاء الجائز من غير نوح، وهو بيان للواقع لما تقدم من أن البكاء بالقصر ما كان من غير رفع صوت. قوله أي رفع صوت بالندب، ويكون البكاء عليه من غير نوح، أي رفع صوت بالندب، بيعرف النوح يعني، أي مع الندب، بالندب هنا الباء بمعنى مع، أي مع الندب، فالباء بمعنى مع، وهو عد، الندب اللي هو إيه، عد محاسن الميت مع البكا، كان يقول وا كهفاه وا جبلاه وا سنداه، وهو حرام، حرام من الكبائر، لخبر النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والسربال القميص والدرع قميص فوقه، فتكون لابسة قميصا فوق قميص، فالنوح مركب من شيئين، رفع الصوت والندب، فإن فقد أحدهما فلا حرمة. طب لو ندب من غير ما يبكي، يعني بيعدد محاسنه، يجوز، لأن اذكروا محاسن موتاكم، يبقى لو عدد محاسنه دون بكاء يبقى يجوز، لأن اذكروا محاسن موتاكم، قول كان عالما كان صالحا كان جوادا كان، لا بأس، اذكروا محاسن موتاكم طالما مش مصحوبة بالبكاء، يبقى لو افترق اختلف الحكم اللي هو البكاء مع الندب، لكن لو اجتمع يبقى الحكم ايه، الحكم مختلف. فإن فقد احدهما فلا حرمة، فما يقع الان من ان بعض الناس يقول كان عالما او كان كريما لا حرمة فيه، بل يسن لخبر اذكروا محاسن موتاكم، ومن ذلك المرثية التي تفعل في العلماء، فمن اللي يعملوا مراثي ويجيبوا الناس المشاهير اما بيموتوا ويكونوا لهم دور في مجتمعهم، بيجوا ايه يعملوا مرثيات ويقفوا يقولوا اشعار ويقولوا كلمات ويقعدوا حداد وشغلانه دي كلها جائزه، ما فيهاش حاجه طالما ما فيهاش صوات ولا ند، بيذكروا محاسنهم لعل الناس تتاسى بهم وتترحم عليه. قوله ولا شق ثوب، يبقى احنا عندنا البكا فعل العيني بحزن القلب أو بعدمه، والعويل والندب ده فعل الصوتي، طيب وبعد كده شق الجيوب ده فعل الجوارح الثانية، كويس؟ ولا شق ثوب فهو حرام وليس ردة، في ناس بتفتكر إن لو شقت ثوبها كده تقول تروح للشيخ تقول له توبني، لأنها يعني
سابت دينها، تقول له انا عايز ادخل في الاسلام. في ستات عوام كده يظن انه رده. لا، هو رده امتى؟ لو ظنت واعتقدت حله، لكن لو عملته كده لغلبة عليها وجهل يبقى حرام، وتتوب الى الله وخلاص تستغفر والحكايه سهله. فهو حرام وليس رده الا ان استحله، ومثله مثل شق الجيوب حرام، مثله لطم الايه الخدود وضرب الصدور زي ما بيعملوا الجماعه الشيعه في ايه في الحسينيات اللي بيعملوها في عاشورا وفي الاربعين وفي غيره، يقعدوا يضربوا في صدورهم كده، دي حرام ما فيش. ومثله لطم الخدود وضرب الصدور ودق الطار، ساعات برضو ايه يدقوا مزيكا حزيني كده، مزيكا حزيني برضو ده منهي عنه. ونشر الشعر او ايه تروح ايه راميه الطرحه بتاعتها وتبين شعرها او تحلق شعرها، كل دي كانوا بيعملوها في الجاهليه، وبعض الناس في بعض القرى الى الان بعض الستات تعمل الحكايه دي. ونشر الشعر وتسويد الوجه والثياب بنحو نيله ونحو ذلك من كل ما ينافي الرضا بالقضاء والقدر ويدل على الجزع والسخط. ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أي ليس على طريقتنا الكاملة، فلا يقتضي كفر من فعل ذلك، ولا يعذب الميت بشيء من هذا إلا إن أوصى به. يبقى إمتى يعذب الميت؟ ببكاء أهله، إذا أوصى، إذا أوصى. إنما لو ما وصاش يبقى الميت ملوش ذنب، اللي يعملوه يعملوه بقى. كقول القائل، واحد كان في الجاهلية يقول لهم إيه: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي عليك الجيب يبدأ يا بنت معبدي، بيقول لبنته. يبقى ده وصه، يبقى هنا بقى يعذب بفعل أهلي. طب إن أوصى لا يفعل. افرض واحد جاي له وصى، لا يفعل، خلاص سهل. وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت، ليه حملوها على وصيته؟ لقول الله عز وجل: لا تزر وازرة وزر أخرى. لأن افرض هو ما وصاش وهم بكوا عليه وندبوا وشقوا جيوبهم، طب وذنبه ايه يتعذب وهم بيعملوا كده؟ قالوا الذنب لا تزر وازرة وزر أخرى. ويكره تمني الموت لضر نزل به في بدنه أو ضيق في دنياه. يبقى لو كان الإنسان في ضيق في الدنيا أو في ألم ومرض ما يتمناش الموت، يكره، مش حرام بس يكره. طب لو أصابه فتنة في دينه يبقى يجوز أن يتمنى الموت، وإن كان من أجل آخرة زي حب الشهادة في سبيل الله يستحب أن يتمنى الموت شهادة في سبيل الله مثلا. يبقى في أحوال يكره تمني الموت فيها، في أحوال يباح تمني الموت، وفي أحوال يستحب تمني الموت. ويكره تمني الموت لضر نزل به في بدنه أو ضيق في دنياه، لدلالته على قلة صبره على قضاء مولاه، والمسلم يرضى بقضاء الله. ويسن لفتنة دين كما في المجموع، أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله تعالى. ويسن أن يكثر من ذكر الموت لخبر أكثروا من ذكر هذه من لذات، فإنه ما يذكر في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره، أي لا يذكر في كثير من الدنيا إلا قلله، ولا قليل من العمل إلا كثره. ويجب أن يستعد للموت بتوبة بأن يبادر إليها العاصي لئلا يفجأه الموت المفوت لها. يبقى ويجب أن يبقى مستعد للموت في كل حال، تائب باستمرار ويجدد التوبة باستمرار وكثير الاستغفار عشان يبقى مستعد في أي لحظة. ويجب أن يستعد للموت بتوبة بأن يبادر إليها العاصي، العاصي اللي هو مش أنت يعني، لا اللي هو أنت هو أنا، كل واحد عاصي على طول، إن لم يكن عاصي في الظاهر فعاصي في الباطن لأنه ملتفت لغير ربه. فما تفتكرش يعني العاصي اللي هو مش انت عشان انت قاعد في الجامع بقى وتسمع الدرس يبقى انت بقيت من الاولياء، لا، عاصي برضه، كلنا عصاه، احنا كلنا عايزين رحمه ربنا. فيبقى الواحد عايز يتوب باستمرار، ما يفتكرش نفسه: ولا تزكوا انفسكم واعلم من اتقى،
ده احيانا الواحد يبقى في عز الطاعه وتبقى طاعته معصيه، لانه اما بيؤديها غير ملتفت اليها، او غير مستحضر جلال الله عز وجل، او معرض عنها، او متكاسل. مش كل ده جائز؟ وجائز بيؤديها شهره، كل ده جائز ولا مش جائز؟ يبقى علشان كده الانسان ياخد باله من الحاجات دي. كثير من الناس العوام، ده انا ما عصيتش ربنا ابدا، ليه بيعمل كده؟ ده فعل العوام، جهله بالله. لكن كلما عرفت الله وعرفت يعني ذره من حق الله عز وجل، استشعرت التقصير. لا اعبد من نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا اعرب بربك من نبيك صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، قل افلا اكون عبدا شكورا. وكان يصلي ليل نهار ويذكر ليل نهار، ولا يغفل قلب عن الله حتى في حال نومه. وبالرغم من كده يقول لا احصي ثناء عليك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ليه؟ لكمال معرفته بربه سبحانه وتعالى. وعلشان كده يبقى ايه، ويجب ان يستعد للموت بتوبه، بان يبادر اليها العاصي لئلا يفجاه الموت المفوت لها، ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته الى محل ابعد من مقبره محل موته. السنه ان الواحد يدفن حيث مات، يعني مات في القاهره يدفن في مقابر القاهره، مات في الصعيد يدفن في مقبره الصعيد، مات في اي حته يدفن في المقبره اللي هو مات فيه. لكن لا يكره نقله ليدفن فيه، الا ان يكون في حاله، بس لو كان بقرب مكه على لشرف المكان بقى يقوم نوديه يتدفن في مكه، او لقرب المدينه المنوره ربنا يجعل مثوانا فيها ومأوانا فيها بجوار حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبقى في الحاله دي ايه يسن لي. بقرب مكه او المدينه او بيت المقدس، اللي هي ايه الاماكن الثلاثه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شد الرحال اليها، بل استحب شد الرحال اليها. او بقرب قبر صالح كالامام الشافعي ونحوه، لان لا شك ان الانسان يقول لك من جور السعيد يسعد، لا شك ان الانسان لما يدفن بجوار الصالحين يسعد. فاذا كان ميت في محله، وفي المحله دي او المكان ده يعني محله غير المحله الكبرى، في محله يعني مكان، لو مات في مكان وهذا المكان فيه رجل صالح مدفون، ومدفون في مقبره والمقبره دي حواليه مقبره مسبله يعني لسائر المسلمين، فيستحب ان يدفن بجواره احسن، لان من جاور ايه السعيد يسعد، مش كده برضه؟ أو بقرب قبر صالح كالإمام الشافعي ونحوه. قوله ونحوه يعني الأولياء، يعني قبور الأولياء وآل البيت والمشاهير اللي ربنا إيه أزاع ذكرهم على مر العصور. قوله ويعزى أهله، أي ندبا لخبر ما من مسلم يعزي أخاه من مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة. سبحان الله، انا يعني قعدت سنين طويله اقعد اقرا في كتب الحديث، عمري ما قريت او يمكن مر عليا لم التفت الى هذا الحديث. ففي مره من حوالي 9 أو 10 سنوات رايح اعزي في ام دكتور من تلامذتي، يعني دكتور كان صغير كان من تلامذتي نايب عندي، وبعدين ماتت امه وهو بقى في عين شمس، فانا قلت والله اروح اعزيه بعد المغرب كده وارجع على العياده بسرعه، بعد العشاء بساعه اروح العياده في معادي. فسبحان الله طلعت على ميدان العباسيه الدنيا واقفه، عند الفنيه العسكريه دي الدنيا واقفه، الدنيا مقلوبه عند جماعه. لما بقت العشاء اتدنت وانا في العربيه مش عارف اصلي ولا عارف انزل ولا عارف وهروح العياده امتى. وبعدين قلت والله لما الاقي الحوادية اللي هي عند كوبري القبه دي، اول حوادية بقى يوترني كده عشان احاول بقى وارجع على العياده واخلص. مش مهم بقى ببعت له تلغراف او اطلبه على المحمول او اي حاجه، ما كانش حتى فيه لسه محمول. فالمهم انا قلت هحود، وبفتح اذاعه القران الكريم بصيت لقيت ايه بيقول من اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من عزى اخا له في مصيبه، والله كده وانا بفتح، الا كساه الله بحله من حلل الكرامه يوم القيامه. شفت بقى؟ فبيقول من ما من مسلم يعزي اخا من مصيبه الا كساه الله من حلل الكرامه. فانا سمعت الحديث ده رحت خلاص بقى قلت يلا ما فيش عياده النهارده، وفضلت قاعد مثبت، وصلت له 10 بالليل. وبعدين بقى نزلت كده جنب تليفون طلبت العياده، قلت للحاج صبري رحمه الله
مشي العيانين يجوا بكره. ما انا بقيت محبوس، انا عشان ارجع له عايز لي كمان ساعه ولا ساعة. فيعني شوف ايه، الواحد ياخد باله من الحاجات البسيطه اللي بيعملها وهو مش واخد باله. احنا طول عمر المصريين الحمد لله حلوين، يحبوا يعزوا بعض ويحبوا جيرانهم ومعارفهم واصدقائهم وقرايبهم، تلاقينا ما نقصرش في الحاجه دي، دي طبيعه فينا كلنا. بس انت استحضر الايه، الثواب العظيم ده، استحضر الثواب، يديك همه، لان ده حاجه كرامه كبيره. دي امه النبي دي ربنا بيجعل لهم اعمال يعني بسيطه لكن ليها ثواب كبير قوي. لا تلتفت انت، يمكن ما تشعرش ان ده، يمكن الواحد يدخل الجنه عشان حط ايده على راس يتيم، في حين انه يمكن بنى جامع وحج 20 مره والف كتب وقعد طول عمره يعلم الناس، وتلاقي ربنا دخله الجنه عشان حط ايده على طب وكده كله، بكل ده ما كانش هو السبب، هو ده اللي كان فيه رضا ربنا. شفت ازاي؟ فلا تحقر من المعروف شيء، وربنا اخفى رضاه في كل الطاعات عشان تعمل كل الطاعات، واخفى سخطي في كل المعاصي حتى تتجنب كل المعاصي وتسلم امرك لله. قوله ويعزي اهله، يعزى اهله، اهله ويعزى اهله، اي ندبا لخبر ما من مسلم يعزي اخاه من مصيبه إلا كساه الله من حلل الكرامة. ولذلك أرسل الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى بعض أصحابه يعزيه في ابن له قد مات بقوله. الإمام الشافعي كان لطيف كده، يعزي بالشعر، يعزي بحاجات لطيفة كده، فبيقول له إيه، إني معزيك لأني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين لا أني على ثقة من الخلود. أنا بعزيك مش علشان أنا عارف إن احنا هنخلد في الدنيا، لا، إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين، يعني من السنة إن أنا أعزيك. فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش إلى حين. كلام جميل يعني لطيف. فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي ولو عاش، اللي هو المعزى والمعزي، إلى حين، يعني كلنا هنموت، كلنا لها. عارف انت بقى لما الناس المصريين يقول لك كلنا لها، زي واحد جايب بطيخه وماشي في جنازه، فواحد بيقول كلنا لها، قال ما حدش واخد منها حاجه. هو ايه اصل بيقول كلنا لها وباصص للبطيخه، فقال له ما حدش واخد منها حاجه، اصل الدنيا ولا البطيخه الله اعلم. ويندب البداءه بأضعافهم عن حمل المصيبة. طب أنا هعزي وقرايب الميت دول كتير، أبتدي بمين؟ أبتدي بمين؟ الأضعف على تحمل المصيبة، أكتر واحد تعبان وزعلان هو ده، أضعفهم على تحمل المصيبة، ده اللي أبتدي بيه. كويس؟ ويندب البداء بأضعافهم عن حمل المصيبة، ومثل الأهل غيرهم ممن حصل له، ومثل الأهل أيضا في التعزية، الأصدقاء الميت لو بيحبوا الميت ويحزنوا عليه برضه، تروح تعزي أصدقاء وتعزي اخوك في المصيبه اللي انت نفسك فيها. افرض ابوك مات، تعزي اخوك كمان، ما هي مصيبه اصابته واخوك يعزيك، مع ان كنتوا الاثنين مصيبتكم، لكن تعزي اخوك وتعزي اختك وتعزي امك. شفت ازاي؟ وهم يعزوك وهكذا، لان المطلوب منها ايه؟ الطلب الصبر لايه؟ للمعزى. ومثل الاهل غيرهم، يعني مثل الاهل في سنيه تعزيتهم غيرهم، ومثل الاهل غيرهم ممن حصل له عليه حزن، حتى الزوجة والصديق وصرح، حتى الزوجة يعني، لأن الزوجة طبعا بتحزن غالبا على فقد زوجها، إلا لو كان سيء الخلق معها هتقول استريحنا الحمد لله، ده في نفسها من جوه، ولكن إيه قاعدة بقى إيه تمسح ومستنية إيه العدة تعدي وبعدين تشوف تتجوز ولا تشوف مصلحتها بقى. فحسن العشرة مطلوب. حتى الزوجة والصديق، وصرح ابن خيران بأنه يستحب التعزية بالمملوك، يعني حتى في ايه، في الخادم، لو مات خادمه، حتى لو مات رقيقه، حتى لو ماتت له بقرة أو جاموسة وزعلان تروح تعزيه، يعني حتى لو ماتت له قطة هو مربيها وبيزعل عليها قوي لو ماتت، أو مربي كلب وكان متعلق بيه قوي وبعدين زعل قوي، لان انت اصلا التعزيه المقصود بيها انك انت ترفع الحزن عنه. فهمت ازاي؟ اما تصيبه اي مصيبه، ضاعت محفظته في الاتوبيس، اتسرق وفيها فلوسه وقاعد زعلان تروح تعزيه، يعني اي حاجه بانت النتيجه وطلع ساقط في الامتحان،
وزعلان، دخل في مشروع والمشروع فشل، حط فلوسه في الريان ضاعت عليه مثلا، اي حاجه، عمل حادثه بالعربيه، هو صحيح سليم لكن عربيته لسه شاريها جديد وحادثه كبيره والعربيه تتكلف، عايز عربيه عشان تبقى كويسه. فبرضه كل دي حاجات تدخل الحزن على قلب الانسان فيروح يعزيه، زي ما بتروح انت تعوده لما بيمرض او يمرض ليه ابنه او صديق ليه او حبيب ليه، كل دي بتبقى من باب رفع الحزن عن قلب. بأنه يستحب التعزية بالمملوك، فتعبيرهم بالأهل جرى على الغالب، يعني مش تعزي الأهل بس، لا ده جرى على الغالب. ويسن لأهل الميت تعزية بعضهم بعضا، حتى أهل الميت يعزوا بعضهم بعض، كويس؟ كما أجاب به الرملي، فيسن للأخ أن يعزي أخاه لأن كل منهم مصاب، وبالجملة فالتعزية سنة لكل من أصيب بمن يشق عليه ولو هرة. يعني أنا كان ليا خالة مربية قطة عندها، كانت تحبها أوي أوي بقى، لم تتزوج خالتي دي وسنها كبير، متعلقة بالقطة دي يعني، وتأكلها أحسن أكل، يا سلام، يا ريتني أنا كنت أقول لها يا ريتني أنا القطة، كانت تهنيها أحلى هنا. وبعدين فالقطة عيت، جالها احتباس في البول، وبقت زعلان عليها قوي، تطلبني كأن مثلا هي نفسها اللي متألمة، والله تطلبني في العيادة واسيب العيانين او اعمل ايه في القطة متألمة ما تبولتش من يومين. فوصفت لها مستشفى كده في علاج القطط هناك في العباسية كده، وديتها وحجزت لها سرير مخصوص ودفعت لها فلوس والله، وركبوا لها قسطرة وادوها فوار، طلع عندها املاح اوكزاليت وموال شغلان. المهم جات القطه ماتت بعد مده، رحت زرتها عزتها يوميها بالليل بعد العياده لانها حزينه حزن ولو هره. يعني الواحد برضو لازم ايه يراعي مشاعر البني ادم. ها يعني مره كنت بكلمها وقاعد بكلمها عليها بعد ما خرجت من المستشفى القطه، واخبرها ايه، قالت لي الحمد لله قاعده على الرف. فبقولها يا قاعده على الرف، وبعدين احمد ابني كان لسه صغير كده قاعد بقى ايه بيهز كده يا دوب بيعرف يتكلم، فمامته طلعت من المطبخ بتقول لي انت بتكلم مين، مين اللي قاعد على الرف؟ اما احمد قال طنط فتينه هي اسم خالتي هي اللي قاعده كان لسه صغير عنده 3 سنين. فحاجات نوادر، لكن شوف يعني ما ايه، يعني كل واحد لازم تراعي تخاطب الناس على قدر عقولهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يقول للطفل الصغير اللي اسمه عبد الله ابن ابي طلحه ابن ام سليم اخو سيدنا انس لامه، كان بيلعب بايه بعصفور صغير وربطه كده ويلعب بيه فرحان بيه، جه العصفور مات، فالطفل بكى، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير، ما فعل النغير، ويضحكه، واخد بالك، انه غير اللي هو ايه مصغر عصفور. فالواحد يعني يراعي مشاعر الناس، مش يعني انت بالنسبه لي ايه قطه يعني مش عارف ايه اي حاجه من دي، لا راعي بقى مشاعر الناس. فالتعزيه سنه لكل من اصيب بمن يشق عليه ولو هره، ويسن كما استظهره ابن حجر اجابه التعزيه بنحو جزاك الله خيرا، يعني اما حد يعزيك تقول له جزاك الله خيرا وتقبل الله منك. ومنه قولهم الآن ما أحد يمشي لك في سوء، اللي هو اللي بيقوله المصريين ما حدش يمشي لك إيه في مصيبة أو في حاجة وحشة، أو ما حدش يجي لك في حاجة وحشة أو شيء من ذلك. قول أي أهل الميت غرضوا تفسير الضمير، لكن أعاد معه المضاف، وقول صغيرهم وكبيرهم إلى آخر تعميم في الأهل. وقد عرفت أن مثل الأهل كل من حصل له عليه حزن، اللي هو الصديق والجار وغيره وغيره، إلا الشابة. ما تروحش بقى للبنات الشابات وتروح تعزيهم وانت راجل برضو ايه يعني اجنبي عنهم، ما يلقش، فما يلقش يعني. استثناء من الانثى، وقول فلا يعزيها الا محارمها، الا محارمها اي او زوجها. واما تعزي الزوج مش محرم يعني من المحرمين عليها، لا، فهمتني ازاي؟ هو محرم في السفر، لكن مراته لو لم تكن أجنبية لا يجوز أن يتزوجها، مش كده برضه؟
وعلشان كده الا محارمها ما تفتكرش ان الزوج داخل فيها، الزوج ما يدخلش في المحارم، وان كان هو محرم لما تبقى مسافر معاه في السفر لانها زوجتك، مش كده؟ لكن لابد ان تكون اجنبيه عنك ان تستطيع ان تتزوجها. لا تستطيع ان تتزوج خالتك ولا اختك ولا عمتك ولا امك ولا زوجة ابيك وهكذا، ولا ام زوجتك ولا اخت زوجتك، دول اسمهم محارم. طبعا المحارم على التأقيت يعاملوا معاملة الأجنبيات كأخت الزوجة وكده على التأقيت، إنما المحارم على التأبيد خلاص دي تعاملها معاملة الأم والأخت والعمة. فلا يعزيها إلا محارمها أي أو زوجها، وأما تعزية الأجانب لها فمكروهة. يبقى مكروهة، قال لك حرام مكروهة. في ناس يعتبروها من الكبائر، لا ولا مش من الكبائر ولا، لا مكروه يعني زي ما تقول ما يليقش يعني. يعني ما يليقش، لكنها مش حرام يعني، الحكايه كبيره يعني. والطخ بالفرفر، احنا مش في الصعيد احنا هنا، ها بالراحه شويه. واما تعزيه الاجانب لها فمكروهه، وكذلك ردهم عليها وتعزيتها للاجانب حرام برضه. هي نفسها ما تروحش تعزي ابن الجيران او ابن عمها مباشره كده لو كانوا في سن متقارب يعني، واخد بالك، في سن الشباب يعني، انما ما بتكبر خلاص بقى كبرت. وكذلك ردها عليهم كما قيل في السلام ابتداء وردا، فإنه يكره للأجنبي السلام عليه ابتداء وردا، ويحرم منها عليه ابتداء وردا. يبقى يكره للراجل انه يبتدئ او يرد السلام على الأجنبية يكره، والأجنبية يحرم عليها ان تبتدئ او ترد. وحرام من الصغائر وليس حرام من الكبائر. فهمتني ازاي؟ لان الحرام في صغائر وفي كبائر. والتعزية سنة قبل الدفن وبعده، يعني ممكن تعزي قبل ما يدفنوه. انت الناس دلوقتي اول ما يسمعوا انه فلان مات قبل يمكن ما يغسله، تلاقي ايه كله يروح على البيت ويقعدوا يعزوا ويستنوا. ممكن تعزي قبل الدفن ما فيهاش مشكلة، لكنها بعده اولى منها قبله لاشتغالهم قبله بتجهيزه، الا ان افرط حزنهم فتكون قبله أولى ليصبرهم. واضح الكلام؟ والتعزية إلى 3 أيام، مدتها 3 أيام، إلى 3 أيام، لأن أكتر من كده فيها تجديد حزن بلا داعي، بيكونوا ابتدى يجي لهم صبر شوية على الفراق، فما تيجي تعزيهم تاني بتجدد أحزانهم، فما لهاش لازمة. إلى 3 أيام، أي أيوة، وتستمر التعزية إلى آخر 3 أيام تقريبا، فلا يضر زيادة بعض يوم. وتكره بعدها إذ الغرض منها تسكين قلب المصاب، والغالب سكونه فيها في ال3 أيام دي، فلا يجدد حزنه. ويكره تكررها في الثلاث لأنها تجدد الحزن، مش تعزيه الصبح وتعزيه بعد الظهر وتعدي عليه بالليل ثاني يوم تروح له تعزيه، تفضل بقى رايح جاي عليه، واخد بالك؟ لا، هي مرة مرة تعزيه مرة في ال3 أيام، رحت له أول يوم ما فيش مانع، ثاني يوم ما فيش مانع، يعني مرة وخلاص. قوله من بعد دفنه هذا ضعيف. بنحسب ال3 أيام من امتى؟ هل من بعد دفنه ولا من موته؟ لأن ممكن يموت وندفنه بعد يومين. أحسب الثلاثة من بعد موته ولا من بعد دفنه؟ هو هنا قايل في المتن من بعد دفنه، وده ضعيف. الراجح من بعد موته. واضح؟ والمعتمد أنه ابتداءها من الموت. أن ابتداءها من الموت، وإن لم يدفن فما مضى بعد الموت وقبل الدفن محسوب من الثلاث، وإن كان العمل الآن بخلافه، فإن الناس لا يحسبون يوم الموت من الثلاث جريا على كلام المصنف، لكن العمل في مصر ما بيحسبوش الثلاثة إلا تملي بعد الدفن. فإن كان أحدهما غائبا، اللي هو المعزى أو المعزي، واحد فيهم غائب، ظاهره ولو كان الغائب هو المعزي بالكسر، لكن قيده الشيخ عوض، الشيخ عوض في تقريره على الخطيب، الخطيب الشربين، بما إذا كان الغائب هو المعزى بالفتح. أما إذا كان الغائب المعزي بكسر الزاي فلا تندب له التعزية بعد القدوم، ومثل الغائب المريض والمحبوس امتدت التعزية إلى حضوره. يعني واحد كان مسافر في الحج مثلا وأبوه مات وهو بيحج، واخد بالك، أول ما يجي من الحج تروح تعزيه لأنه كان غائب، وتدخل الثلاثة بمجرد مجيئه 3 أيام
في الحالة دي. وامتدت التعزية إلى حضوره، أي وتستمر أيضا إلى 3 أيام من حضوره، ومثل شفاء المريض. برضو شفاء المريض لما إيه تروح تبارك له في خلال 3 أيام كده من خروج المستشفى بتاعه وخلاص. وخلوص المحبوس لما يخرج من السجن أو من المعتقل أو شيء من هذا، فتستمر بعد كل منهما إلى 3 أيام. قول والتعزية لغة التسلية لمن أصيب، أي تصبيره، يقال عزيته أي سليته وصبرته. وقوله بمن يعز عليه، أي بمن يشق عليه، ولو هرة كما مر. قول وشرعا، تعرفها شرعا إيه هي؟ عطف على لغة. واعتبر فيما ذكره شرعا 4 أشياء. الأول الأمر بالصبر، يعني تأمره بالصبر كده من باب النصيحة يعني. والثاني الحث عليه بوعد الأجر. والثالث الدعاء للميت بالمغفرة. والرابع الدعاء للمصاب بجبر المصيبة، وهي لا تظهر إلا في تعزية المسلم بالمسلم، فيقال فيها أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وجبر مصيبتك أو أخلف عليك أو نحو ذلك. ويقال للمسلم في الكافر أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك. واحد متجوز واحدة مسيحية ماتت مراته، يبقى يدي مسلم بكافر اهو، مش كده برضه؟ والله المسيحية كافر؟ اه كافر، مش كفروا بسيدنا محمد يبقى كافر، مش كده برضه؟ حتى لو قالوا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وهم لا يقولون، حتى لو فرض جدلا. يعني انا عندي دكتور معايا في المستشفى اكبر مني يمكن ب3 سنوات، اعرفه من 20 سنة، بيعتقد في الله زي ما نعتقد احنا في الله، يقول لك انا ما اعتقدش ان هو المسيح ولا الكلام اللي بيقولوه في الكنائس ده غلط. ده هو احلى حاجه في الله زي ما بتقولوا انتوا يا مسلمين، الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. طب يا ابني ما تعترف بقى بنبوه سيدنا محمد؟ يقول لا اصل دي بقى فيها مشكله شويه، وده كافر برضه، يفضل كافر برضه. فهمتني ازاي؟ لانه كفر بسيدنا محمد، لازم يفضل مؤمن بالاثنين، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كويس. ويقال للمسلم في الكافر اعظم الله اجرك وصبرك واخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك، ولا يقال وغفر لميتك، لأن الله لا يغفر الكفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويقال في تعزية الكافر بالمسلم، بتعزي واحد كافر ابنه كان مسلم أو أخوه مسلم وهو كافر فبتعزيه، غفر الله لميتك لأنه ده مسلم اللي مات، غفر الله لميتك وأحسن عزاءك. ويقال في تعزية الكافر بالكافر لما يبقى جارك غير مسلم ومات له ابنه، مات له اخوه، مات له ابوه، فهتعزيه تقول له اخلف الله عليك ولا نقص عدده. وتعزيه الكافر غير مندوبه بل مباحه، بس كما اقتضى كلام الشارح والروضه، بل هي جائزه. وامتى تبقى مندوبه؟ لو رجوت اسلامه بان تتحبب اليه، لو رجوت اسلامه يبقى لا باس احسن، بل هي جائزه ومحل ان لم يرجى اسلامه، والا استحب، لو رجع اسلامه يستحب. واستشكل في المجموع تعزيه الكافر بالكافر بانها دعاء بدوام الكفر، لما بيقول له ايه ولا نقص عددك، طب ما انت كده عايز تخلي الكفار عددهم كتير يعني، فهو مش عاجباه الحته دي الشيخ الثاني يعني. فالمختار تركه. واجاب ابن النقيب اجاب، قال له ايه؟ قال له بان المقصود الدعاء بكثره عددهم بقطع النظر عن بقائهم على الكفر ولا لا. يعني يقول ربنا كتر عددكم، ما هو حاجه من الاثنين، هنستفيد بالاثنين، يا اما عددهم يكتر فيدخل في الاسلام منهم كتير، يا اما عددهم يكتر ويموتوا على الكفر فيفدوا مسلمين. ما هو يوم القيامه كل واحد يعني ليه مقعد في النار وليه مقعد في الجنه، فالكافر بيفدي مسلم، يلا ضمننا ان في ناس تفديه، واخد بالك؟ فهو يعني احنا ايه كسبانين على كل حال. ده كلام ابن النقيب بيرد على ايه؟ على اللي بيقول ان ما تقولش كثر الله عددكم يعني. قال له ما تقلقش يا سيدي، ما عددهم لو زاد هيكثر المسلمين دخول الاسلام منهم، ولو ما دخلوش فهيفضوا المؤمنين يوم القيامه، مش كده برضه؟ ما هو احنا كنا حنارس مقاعدهم في الجنه، ما هو كل واحد بيتولد بيبقى ليه مقعد في الجنه ومقعد في النار. طب مات على الكفر يبقى عندنا مقاعد كتيره في الجنه، يبقى هنورث كتير. فهمتني ازاي؟ وكنا نحن الوارثين، مش كده برضه؟ فإن فرض بقاؤهم أولئك هم إيه؟
الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ادي اهل الفردوس اسمهم الوارثون، لان هياخد مقعده ويرث مقاعد الكفار كمان. واجاب ابن النقيب بان المقصود الدعاء بكثره عددهم بقطع النظر عن بقائهم على الكفر فتصدق ولو مع اسلامهم، فان فرض بقاؤهم على الكفر نفعونا في الدنيا بكثره الجزيه وفي الاخره بالفداء من النار. فاحنا مستفيدين مستفيدين. ده كلام مين؟ ابن النقيب. والاحلى انك انت تسيبها لله، الضر والنفع هو الله زي ما يقدر. حسن العشره مطلوب، والنبي كان حسن العشره مع جيرانه مطلقا، فحسن العشره مطلوب وخلاص. جبر الخواطر يقول لك على الله، فانك تجبر خاطره دي حاجه كويسه، وان هو يحبك كده ويحس انك انت راجل انسان كده رحيم وشفوق، يحس بحلاوه الاسلام. والاسلام انتشر بحسن معامله المسلمين لغير المسلمين اكثر ما انتشر بالسيف، والتاريخ يعني شاهد على ذلك. قول الامر بالصبر اي على المصيبه، كما يقول له اصبر ان الله مع الصابرين، وما احسن قول الشاعر واني لصبار على ما ينوبني وحسبك ان الله اثنى على الصبر، ولست بنظار الى جانب الغنى اذا كانت العلياء في جانب الفقر. وقول والحث عليه بوعد الاجر اي الحمل عليه بوعد الثواب عليه اذا كان المعزى بفتح الزاي مسلما. وقول والدعاء للميت بالمغفره اي اذا كان الميت مسلما. وقول وللمصاب بجبر المصيبه اي سواء كان مسلما او كافرا. ويسن لنحو جيران اهل الميت كاقاربه البعد ولو كانوا ببلد وهو باخرى. ويسن للجيران بقى الميت، يسن لجيران الميت او قرايبه البعاد ان يهيئوا طعام لاهل المصيبه عشان مشغولين في مصيبتهم، فيمكن ينسوا ياكلوا، ما يطبخوش، يبقوا مشغولين، فايه يعملوا لهم اكل يودوه لهم. ويسن لنحو جيران اهل الميت كاقاربه البعد ولو كانوا ببلد وهو باخرى تهيئه طعام يشبعهم يوما وليله لشغلهم بالحزن عليه، وان يلح عليهم في الاكل لئلا يضعفوا بتركه. اما فعل اهل الميت لذلك، بعض الناس يبقى اهل الميت في المصيبه وبعدين بيعدوا الطعام للي جايين يعزوهم، هو ده بقى اللي منهي عنه، ما يليقش. اما فعل اهل الميت لذلك وجمع الناس عليه فبدعه غير مستحبه، بل تحرم الوحش المعروفه واخراج الكفاره وصنع الجمع والسبح اللي هي يعني يعمل لك الخميس والاربعين ويجيب لك ختمه وكل دي تكاليف، اذا كان ان كان في الورثه محجور عليه، والا هتضيع اموالهم الورثه الصغيرين دول، سايب عيال صغيره وانت كل شويه تعمل لي 40 وتجيب لي صوان تكلفه كذا الف، وتجيب الشيخ فلان ياخد له في الليله كذا. طب والعيال الغلابه اللي عايزه تتربى دي، يا ريت بتدفع من جيبك، انت بتدفع من دم العيال الغلابه دي المحجور عليه، فاهم؟ فده ما ينفعش. الا امتى؟ اذا اوصى الميت بذلك. لو اوصى بذلك تعملوا لي ختمه قران، تجمعوا لي المشايخ كل اسبوع تعملوا لي ختمه وتاكلوهم فته وكفته ومش عارف، واوصى بكده وفي حدود الثلث من التركه يجوز، واخد بالك؟ طالما في حدود الثلث وخرجت من الثلث. قوله ولا يدفن اثنان الى اخره اي يحرم ذلك ابتداء عند السرخسي، وهو المعتمد، ونقله النووي في مجموعه مقتصرا عليه، وان نازع السبكي في التحريم. يعني في ناس قالوا يحرم ان اثنين يدفنوا مع بعض في لحد واحد او شق واحد، والامام السبكي قال حكايه يحرم دي مش مريحاني قوي، يمكن مكروه بس نازع فيها يعني الامام السبكي، خد بالك؟ خلافا للماوردي القائل بكراهه ذلك، لكن الامام الماوردي ايه صرح بالكراهه بقى، ما قالش حرام، قال دي مكروهه بس. يبقى السبكي نازع في التحريم، قال مش عجباني حكايه التحريم، ولم يصرح بكراهه، لكن قال الماوردي صرح بالكراهه. كل دول من اهل الوجوه في مذهب الشافعي، من اصحاب الوجوه. ولا فرق في ذلك بين ان يتحد الجنس كرجلين او امراتين، يعني حكمها واحد، ايه اذا قلنا بالحرمه او بالكراهه فحكمها واحد، سواء رجلين مع بعض او رجل وامراه، او امراتين مع بعض، او امراه وطفل، او طفلين مع بعض، او طفل ورجل، الحكم سواء. ولا فرق في ذلك بين ان يتحد الجنس كرجلين او امراتين او يختلف كرجل وامراه، قال ابن الصلاح ومحله اذا لم يكن بينهما محرميه او زوجيه، والا جاز الجمع. لو راجل واخته او راجل ومراته
يبقى يجوز الجمع. ده رأي الإسناوي نسبة لإسنا مدينة في الصعيد من علماء الشافعية الكبار، وهو متجه. والمعتمد ما في المجموع أنه لفرق بين كل الصور دي كلها، فهو حرام حتى في الأم وولدها، لأن العلة في منع الجمع التأذي للشهوة فإنها قد انقطعت بالموت. وأما دفن ميت على ميت آخر كما يقع الآن في الفساقي المعروفة اللي هو في مصر، يعني دخلوا في الحجرات كده سموها الفساقي. أما دفن ميت على ميت آخر كما يقع الآن في الفساقي المعروفة فحرام، لأن نبشه بعد دفنه وقبل البلع عند أهل الخبرة بتلك الأرض ولو لغير الدفن عليه كأن يكون لنقله حرام، لأن فتح القبر ده على الميت المدفون في الفساقي دي ولسه الأرض ما ابتلعتوش تماما واختفى تماما حرام، ده يعتبروه نبش قبر، ونبش القبر حرام إلا لضرورة، واخد بالك؟ فما ينفعش، عشان كده قال لك حرام، لأن فيه هتكا لحرمته إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل. يعني إمتى يجوز دفن نبش القبر؟ نبش قبر المسلم إمتى يجوز نبشه؟ يعني فتح القبر بعد غلقه، ده يسموه نبش القبر. إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل ولا تيمم، وهو ممن يجب طهره، ممن يجب طهره يعني غير شهيد ولا سقط لم يستهل، دول ما يجب تغسلهم، مش كده برضو؟ طيب، لو دفن بلا غسل ولا تيمم وهو ممن يجب طهره يعني لا سقط ولا شهيد فيجب نبشه إن لم يتغير، بشرط ما تغيرش، ولو تغير ما اعرفش اطلعه اغسله خلاص ولا يممه، مش كده؟ إن لم يتغير. أو السبب الثاني في جواز نبش القبر، أو دفن في ثوب أو أرض مغصوبين، أو اتدفناه في أرض مغصوبة مش ملكنا، أو في ثوب مغصوب سارقين الكفن بتاعه، ما ينفعش. وطالب بهما مالكهما، صاحب الأرض طالبنا بالأرض، أو صاحب الكفن القماش بتاع الكفن طالبنا بالقماش، يبقى في الحلقة دي هننبشه إلا نديله قيمته بقى ونقول له طب معلش حقك علينا، الأرض بكام يا عم؟ يقول لك ب 5000 جنيه. طب خد 5000 جنيه وخلي الأرض دي مقبرة لينا يا عم، جزاك الله مع السلامة. مثلا طب الكفن بكام يا عم؟ ب 50 جنيه. خد يا عم ب 50 جنيه، جزاك الله. مصمم إلا الأرض دي أنا عايزها، أو الثوب بالذات ده أنا عايزه، ده عزيز عليا، ده كان هدية من أبويا جابوا لي من الحج بتاعه وانا كنت شايله، ليه تاخدوه من ورايا مثلا؟ حبكها يعني. يبقى في الحاله دي هتفتح القبر ايه وتديله، تنقل الميت الى ارض اخرى غير مغصوبه، او تديله الكفن وتكفنه في حاجه تانية. وطالب بهما مالكهما فيجب نبشه ولو تغير. ليه؟ لعظم حق الحي، لعظم حق الادمي. ويسن لصاحبهما، ولكن صاحب الحق يسن لي ان يترك ويتسامح، المسامح كريم، هتخليهم ينزلوا القبر بعد ما دفنوه بشهر عشان يدوا لك الكفن؟ يعني ايه الغلاسه دي؟ روق شويه. يبقى يسن ليه ان هو ما يعملش كده، فهمتني ازاي؟ يسن، انما لو ثبت وراح للقاضي وصمم، القاضي خلاص ما هو بيطالب بملكه، مش كده ازاي؟ طيب، ما هو ده حرام، احنا قلنا الدفن في مصر غلط كله اصلا، الدفن في مصر كله غلط، ربنا ينجينا. الحل ان العلماء يفهموا الناس ويغيروا، انما العلماء للاسف ساكتين. في كل اهل القرى العلماء عارفين انه حرام من ايام الامام البيجوري، ده نصص كده الامام البيجوري بيقول: ويأثم علماء مصر لسكوتهم على ما يرونه امامهم، واخد بالك؟ فلازم يحلوا لنا الاشكال في مصر، بعض القرى في مصر بيدفنوا صح كويس يعني في الصعيد وفي الحتت، لان الصحراء عندنا واسعه، الصحراء عندنا واسعه. قدماء المصريين كانوا بيدفنوا اصح مننا، كانوا يحفروا تحت خالص ويدفنوا محدش يضرب. اصل احنا الفساقي دي لا بتمنع ريحه الميت ولا، وبعدين بتدفن اكتر من واحد على بعض، ففي الحالتين دول حرام. احنا قايلين ان القبر يجب ان هو يؤدي وظيفتين، انه يستر الميت سترا عن السباع
ان هم تنهش لحمه ويستر رائحته فلا تشم. كويس، الفساقي دي لو مريت عليها بعد ما يدفنوا واحد باسبوع بتشم ريحه وحشه، ودي معروفه. طيب ما تؤديش حكم القبر. يعني الشق هو لا لا لا، الفساق اللي هي الحجرات، العلوية عاملين حجره كده، حافر حجره كده تنزل تلاقي حجره، دي اسمها الفساق. احنا شرحنا الشق واللحد في جلستين منفصلتين. وأما دفن ميت على ميت آخر كما يقع الآن في الفساق المعروف فحرام، لأن نبشه بعد دفنه وقبل البلع عند أهل الخبرة بتلك الأرض ولو لغير الدفن عليه كأن يكون لنقله حرام، لأن فيه حتكا لحرمته، إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل ولا تيمم وهو ممن يجب طهره فيجب نبشه إن لم يتغير، أو دفن في ثوب أو أرض مغصوبين وطالب بهما مالكهما فيجب نبشه ولو تغير، ويسن لصاحبهما الترك، وينبغي أن يقطع في الكفن الحريري بعدم النبش. طب كفناه في كفن حرير وهو راجل، والحرير لا يجوز للرجل حرام، هل ننبش ونغير الكفن؟ قال لك لا، ينبغي أن يجزم بعدم النبش من أجل إيه؟ الكفن الحرير في الرجل، خلافا لمن جعله كالمغصوب، لأن حق الله تعالى، لأن لبس الحرير ده حرمة متعلقة بحق الله. كويس، وحق الله مبني على المسامحة. والحديث كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إذا لقيت الله عز وجل بغير كبر، وفي رواية مكان الكبر كنز، بغير كبر ولا غلول ولا بغير كبر ولا غلول ولا كنز، كبر ولا غلول ولا إيه ولا كنز، دخل الجنة. شفت ازاي؟ لانها حاجات متعلقه بحق ادب، ولا دين، ولا دين، خد بالك. يعرف الحديث ده رواه الامام الترمذي، حديث صحيح. اذا لقيت الله سبحانه وتعالى بغير كبر، وانت على الاسلام يعني، بغير كبر ولا غلول اللي هو الخيانه في الغنيمه، ولا كنز انك انت بتجمع المال وما تاديش زكاته. كويس؟ ايه، دخل الجنه. ولا دين، ولا دين. كويس، الكنز هم ثلاث خصال في روايتين، بس في رواية حط كبر مكان كنز، حط كبر مكان كنز، لأن الاثنين من غير نقط واحد، الكنز والكبر يتكتبوا زي بعض لو شلت النقط، بس رواية الكنز أقوى من رواية الكبر، لأن في الكنز حق فقير وفي الدين حق مدين، مش كده برضو؟ وفي الكبر حق سائر المسلمين لأنه احتقرهم، فيبقى الامور المتعلقه بحق الله مبناها المسامحه، ربنا يسامحك. تلقى الله بامور متعلقه بالله يسامحك، يعديها لك طالما لم تشرك به شيء. لكن بتلقاه وحقوق الادميين في عنقك، يسيبك للادميين عند الانطره. عارف الانطره؟ اللي هي بعد الصراط. بعد الصراط كده اما تعبره، الصراط ده على متن جهنم. بعد الصراط في حته اسمها الانطره، وبعدين باب الجنه. الناس اللي يعدوا الصراط يقفوا عند الانطره دي. لحقوق الادميين بقى، الراحم واقف، والدائنين واقفين، واللي شتمتهم واقفين، واللي ضربتهم واقفين، واللي زعلتهم واقفين، كل واقفين مستنينك على النصير في الانطره، ما تعرفش تعديها بقى وتدخل، قدامك باب الجنه. خلص دول الاول وادخل، خلص دول الاول وادخل، خدت بالك ازاي؟ فدي ازمه كبيره، فربنا ينجينا. عشان كده قال لك ان لو كان مدفون ومتكفن في ثوب حرير، والثوب الحرير ده من ماله الخاص، ومن ماله الخاص، يبقى لا ينبش، لانه ده متعلق بحق الله، وحق الله مبنى المسامحه، انما حق الادمي مبنى المشاحه. شحيح الادمي، شحيح، يقول لك حقي، حدش يعض قلبي ولا تعض رغيفي، الناس يقولوا كده، لانه مبنيه على المشاحه. فهمت ازاي؟ انما مع الله حقه مبني على المسامحه. ويجب النبش ايضا وان تغير الميت اذا وقع في القبر مال. طب افرض ان الراجل اللي بيدفنه وقعت محفظته وهو بيدفنه، ومحفظته فيها فلوس، وقع الخاتم بتاعه، والخاتم بتاعه قيم غالي، وقعت ساعته، وقع مال يعني، يبقى في الحاله دي ينبشه ويطلع ماله ويمشي. كويس، وان قل
كخاتم، لأن تركه فيه إضاعة مال، وقيده في المهذب بطلب مالكه، قال لك بشرط أن يطالبه المال ده يطالب به مالكه، لكن لو اتنزل ما تنبشوش بقى خلاص. وهو المعتمد قياسا على الكفن، وكذلك يجب النبش فيما إذا بلع مالا لغيره. افرض قبل ما يموت زي إسماعيل ياسين كده بلع الجوهرة، واخد بالك ازاي؟ وجا مات مش كده؟ وبعدين اصحاب الجوهره بيطالبونا بالجوهره واحنا دفناه، يبقى يجب هنا النبش وبقر بطنه واخراج الجوهره. شوف قد ايه لتعلق حق صاحب المال، لانه ابتلعها في حال حياته، خد بالك، خصوصا لو المال ده لغيره. طب افرض بلع ماله في حال حياته، الساعه بتاعته دي ساعه قيمه قوي، ثمنها هيجي 50,000 جنيه، مرصعه بايه ومش عارف فيها ايه، حاجات ما اعرفهاش انا، المهم غاليه قوي، هو مستخسرها في الجماعه الورثه دول علشان سابوه في مرض وفاته ومحدش بيزوره ومتغاظ منهم، قال يا اولاد الذين والله ما اسيبها لكم ابدا تلبسوها ولا تبيعوها، راح بلعها، بلعها بشويه ميه كده مع الايه القرص اللي بياخده بتاع العلاج، وجامت وهي ببطنه، ابتلعها وهي ماله في حال حياته، يبقى لا يبقر بطنه لانه تصرف في ماله في حال حياته. شوف ازاي بقى؟ لكن لو ابتلع مال غيره تبقر بطنه بقى، لان المال غيره، شفت قد ايه حق الغير، حق الغير شديد، تاخد بالك منه. اما اذا ابتلع بيقول لك وكذلك يجب النبش فيما اذا بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه بعد دفنه، فانه ينبش ويشق جوفه ويخرج منه ويرد لصاحبه. اما اذا ابتلع مال نفسه فانه لا ينبش ولا يشق لاستهلاكه ماله في حال حياته، واضح دي؟ طيب ولو دفن لغير القبلة، دفناه وما وجهنوش للقبلة، يجب نبشه لتوجيهه للقبلة ما لم يتغير، وجب نبشه أيضا وتوجيهه للقبلة ما لم يتغير، بخلاف ما إذا دفن بلا تكفين. لو دفناه بلا تكفين ما ننبش بقى، لأن التراب والتربة إيه قامت محل الكفن في الستر، فما نبشوش بقى خلاص. أما إذا دفن بلا تكفين لأن الغرض من التكفين الستر وقد حصل بالتراب، قول في قبر واحد أي في شق واحد أو لحد، كذلك بل يفرد كل ميت بشق أو لحد ولو في قبر واحد، فالمراد بالقبر هنا اللحد أو الشق لا القبر المعروف. قول إلا لحاجة ضرورة بس في أحد، للرسول صلى الله عليه وسلم لو كثرة القتل بقى يحط 2 و3 في قبر واحد، في لحد واحد وفي شق واحد، يبقى في الحالة دي لضرورة، كثرة القتلى كثرة الموتى يبقى ايه، يبقى في ضرورة. وقول قضيق الارض وكثرة الموتى اي مع كثرة الموتى بحيث يعصر افراد كل ميت بقبر، يعني سنة 700 وشوية هجرية حصل طاعون رهيب في مصر، معروف كتبوه المؤرخين، معروف سموه الطاعون الاسود، يقول لك كان مصر مثلا عددهم 20 مليون حصل الطاعون ده بقى 2 مليون، تصور كله مات مات مات، لدرجة ان الامام ابن حجر يقول كان ينتقل الارث في البيت الواحد الى 9 في يوم واحد، الى 9 بيوت في يوم واحد، يعني يجي راجل يموت فينتقل ارثه لزوجته، زوجته دي من عيلة تانية، يجي بعد لحظة وزوج مراته تموت ينتقل لابيها وينتقل لابنائها وينتقل لاولاد عمومتها من عيلة تانية تالتة، ويجي عمها اللي خد منها ده يموت ينتقل لأولاد العمومة، يجوا يموتوا ينتقل اللي مش عارف لزوجته وزوجة أولاد العمومة من عائلات تانية، فيقول لك في يوم واحد كان ينتقل الإرث إلى أكثر من 9 عائلات من كثرة تفشي الموت، واخد بالك إزاي؟ كان يسموه إيه؟ الوباء الأسود. فربنا ينجينا من مثل هذه الأشياء. ففي الحالات دي طبعا هيبقى الدفن بقى إيه سريع، الناس تبقى يعني رايحين يدفنوا 10 وراجعين يلاقوا 10 ماتوا، يروحوا يدفنوا 10، يرجعوا يلاقوا 5 ماتوا، يروحوا يدفنوا 5، كده ورايحين جايين. يبقى هنا بقى في الحالة دي هتبقى عملية صعبة، كثرة الموتى بقى، يبقى إيه على طول يحطوا إيه مجموعة في قبر واحد مش مشكلة. وقول قضيق الأرض وكثرة الموتى أي مع كثرة الموتى بحيث يعصر إفراد كل ميت بقبر. وحينئذ فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر واحد بحسب الضرورة، كما يجمعون عند ضيق الكفن في ثوب واحد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم
في غزوة أحد يمكن يكفن اتنين في ثوب واحد، معروفة الحكاية دي، ويفصل بينهم بشوية زرع إذخر، يحط شوية إذخر بين الجثتين كده ويلفهم في ثوب واحد ويدفنهم مع بعض صلى الله عليه وسلم. كما يجمعون عند ضيق الكفن في ثوب واحد للاتباع في قتلى أحد كما رواه البخاري. طب وهندفن أكثر من واحد في قبر واحد نعمل إيه؟ ويقدم حينئذ الأفضل على غيره إلى جهة القبلة. نبتدي بالأفضل الأكثر حفظا قرآنا نخليه في جهة القبلة الأول، وبعدين الثاني نلحقه به، أو الأكبر سنا، أو الأب قبل ابنه، أو الابن قبل أمه. واخد بالك؟ لأن للذكورة، الذكورة ليها فضيلة، لأن الابن يأم يأم في الصلاة الأم، فالأم لا تأم الابن، مش كده برضه؟ ويقدم حينئذ الأفضل على غيره إلى جهة القبلة. نعم، يقدم أصل على فرعه، وسيد على عبده، وذكر على أنثى، فيقدم الأب على الابن وإن كان أفضل منه. يعني يقدم الأب على الابن مطلقا، ولو كان الابن حافظا للقرآن عالما والأب جاهلا ولا يعرف شيء في القرآن. ليه؟ لأن يقدم الأصل على الفرع، فهم؟ وكذا الجد والجدة ولو من قبل الأم، وتقدم الأم على البنت وإن كانت البنت أفضل منها. أما الابن فيقدم على الأم لفضيلة الذكورة، ويقدم الرجل على الصبي، وهو يعني الصبي على الخنثى، وهو يعني الخنثى على المرأة، ويحجز بين الميتين بتراب حيث جمع بينهما ندبا كما جزم به ابن المقري في شرح إرشاده ولو اتحد الجنس. ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم، زي ما يعملوا يقول لك عظامه، مش كده برضه؟ حرام دي، يعني يجمعوهم كده ويحطوهم في حته عشان يفضوا الارض عشان يدخلوا جديد. المصريين للاسف بيعكوا عك كبير في موضوع الدفن. ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم، وكذا وضع الميت فوقها، فوق العظام دي يعني. واعلم ان ضمه القبر عامه لكل ميت، ربنا سبحانه وتعالى يسلمنا، ضمة القبر عامة لكل ميت وإن لم يكن مكلفا، ولم يسلم منه إلا الأنبياء وفاطمة بنت أسد اللي هي مين؟ أم سيدنا علي، زوجة سيدنا، زوجة أبي طالب. الله، سيدنا أبي طالب، أنا أميل إن أبي طالب ناجي، مذهبي كده يا أخي، أبي طالب ناجي إن شاء الله هيدخل الجنة، وربنا يقر عين نبينا بعمه أبي طالب، لأنه كان موقنا، لكن غاية ما هنالك أن ربنا حيعاقبه وقد يعفى عن عقابه كمان بشفاعة نبينا، أنه لم يتلفظ بالشهادة وكان قادرا على التلفظ عليها بس، لكن كان مؤمنا بقلبه. ده حتى قال للنبي كده، والله لولا إن شاء الله أقررت عينك بها، وله أشعار تدل على أنه في كمال الإيمان، واضح يعني كان متيقن بهذا. طب وليه ما تلفظت بها؟ ربما كان عنده عذر، يقول لك لو أنا بحمي النبي، لو تلفظت بها يفتكروني بقيت مسلم فيعذبوني مع ابن اخي، فانا لما بان ان انا منهم ابقى انا حاجبه عنهم، فيمكن عنده عذر قدام ربنا، يجي ربنا يقول له ليه لم تنطق يا ابا طالب؟ قال كنت احمي ابن اخي، لو نطقت لاستضعفوني واستضعفوه، فاردت ان احميه. لا باس، ايه المانع؟ مش كده ممكن؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فكان شايف ان من باب الحنكه ان هو عشان يحمي النبي في وقت استضعاف النبي صلى الله عليه وسلم، انه يظهر انه منهم وهو في الحقيقه مش منهم، من باب الحنك. مش محتمل؟ محتمل. امال ايه بقى؟ إيه ان عم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ابي وابوك في النار، وقالوا ابوك هنا يعني عمه ابو لهب عم النبي، يبقى ابوك هنا اللي هو عم النبي اللي هو ابو لهب، تبت ابي لهب وتب، يبقى ابو لهب هو عم النبي اللي في النار، انما ابو طالب لا، ده في خلاف ناج عند الشيعة بلا خلاف، وعند أهل السنة قلة منهم وأنا منهم إيه يعتقد نجاته، واضح؟ ده في أبي طالب، وفي رسالة مطبوعة وبتباع أثنى المطالب في نجاة أبي طالب، واخد بالك؟ للشيخ الزني دحلان، مش هو اللي مؤلفها، ده هو ملخصها، ملخصها من إيه؟ من كلام الشيخ محمد اللي هو صاحب السيرة، كاتب السيرة النبوية بتاعت مين؟ الزنجي. عارف انت السيرة النبوية، المولد الزنجي، مولد الزنجي، عامل مولد في ميلاد النبي كده
ايه للامام الزنجي، واخد بالك؟ اللي هو فيه اللهم عطر قبره الشريف بعطر ايه فيه مش عارف ايه وتشنيف حاجه كده يعني. صاحب الزنجي ده بقى حفيده اسمه محمد، علامه كبير، هو الف رساله لا الف كتاب رساله في نجاته، وجاء بعد مشايخ كتيره خدوها منه وقرأوها فاعجبوا بيها فذهبوا مذهبه، فصار في اهل السنه من يقول بنجاه ابي طالب، واخد بالك؟ كتير كتير من اهل السنه قالوا بنجاه ابي طالب، والله تعالى اعلى واعلم. المهم فاطمه بنت اسد دي زوجة مين؟ ابي طالب، لان النبي صلى الله عليه وسلم تمرغ في قبرها، ما هو النبي نام في قبرها وقال اللهم اني اسالك بحقي وحق الانبياء، اهو توسله، النبي توسله، قال اللهم اني اسالك بحقي وحق الانبياء الا غفرت لها فإنها أمي من بعد أمي. ونام في قبرها الأول بعد ما عملوا اللحد، نزل النبي نام كأنه هو الجثة، ونام في قبرها الأول ودعا هذا الدعاء، ثم بعد ذلك خرج من القبر صلى الله عليه وسلم ولفها في عباءته الشريفة وأدخلها بيده صلى الله عليه وسلم. دي ستنا فاطمة بنت أسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمرغ في قبرها. ومن يقرأ برضو، وده برضو لا يصب بضمة القبر، ومن يقرأ في مرضه الذي يموت فيه قل هو الله أحد والله أعلم، وخد مني برضو، ومن يموت يوم الجمعة، ومن يموت يوم الجمعة في الغالب يأمن من فتنة القبر وضمته، فربنا يحسن خاتمتنا. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده؟ هل فعل بوحي ولا فعل يعني مشاعر بشرية؟ كل شوف لا تميز، اللي بيميزه بين النبي إنسان والنبي رسول دول جهلة ما يعرفوش النبي. النبي إنسان، هو النبي رسول، هو النبي النبي في كل أحواله، لا افتراق ولا انفصام في شخصيته. فالنبي في بشريته رسول، وفي نبوته بشر، فهو بشر نبي رسول في كل أحواله، ومعصوم في كل أحواله، وأفعاله معصوم فيها، واخد بقى؟ حتى إن عبد الله بن عمرو الوهابية بيميزه، لأنه جهل بالنبي ما يعرفوهوش، جهل بالنبي، إنما اللي يعرف النبي يعرف إن النبي نبي على طول كده في كل أحواله، وهو بياكل نبي، وهو بيشرب نبي، وهو نايم نبي، وهو قايم نبي، وهو بيستحم نبي، وهو بيبول نبي، هو نبي في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، بل سبقت نبوته رسالته صلى الله عليه وسلم، فلا فرق. دي حاجة مهمة لازم تاخد بالك منها. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان كاتبا، فكان ماسك ورقة وقلم، وكل ما النبي يتكلم، كان في مكة الكلام ده حتى قبل ايه ما يهاجر، كل ما النبي يقول حاجة يكتبها يدونها وراه. فقريش قالوا له ايه، قريش اللي غير مؤمنين يعني، أتكتب عنه في السخط والرضا وهو بشر قد لا يقول إيه، قد يخطئ في الغضب والرضا؟ فراح يسأل النبي. أو قريش أهو هم اللي بيميزوا بين البشرية والرسالة، خد بالك، ده مذهب كفار بقى، مش هنمشي احنا على مذهب الكفار. طب لما راح مذهب الكفار للنبي واتعرض عليه، راح عبد الله بن عمرو سأل النبي، قال اكتب في الغضب والرضا فوالله لا يخرج من فمي إلا حقا، فهو نبي في كل أحواله، فخد بالك من الحتة دي. متى كنت نبيا يا رسول الله؟ كنت نبيا وآدم مجدل في طينته، يبقى نبوة نبينا قبل رسالته. الناس متصورة ان نبوة نبينا في سن الاربعين، لا، ده الرسالة اللي في سن الاربعين. طب والنبوة امتى؟ قبل ان ينفخ الروح في ادم. ما هو قايل كده، النبوة قديمة، النبوة قبل الرسالة، الرسالة بس في سن الاربعين، لكن النبوة دي قديمة. كنت نبيا وادم منجد في طينته، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، كنت اول الناس خلقا واخرهم بعث، كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعث، فهو آدم آدم، نبينا هو آدم آدم. يعرف إيه؟ عارف آدم آدم؟ يعني قبل آدم، قبل آدم حقيقته الأحمدية، فهو حقيقة موجودة في الأكوان سارية في الأكوان، رحمة في الأكوان سارية، صاغها الله في صورة بشر فصارت محمدا، ولما كانت سارية كانت أحمدا، فأحمد عبد الأحد،
حط فيها ميم المكونات، شيل ميم المكونات تطلع أحد. كان الله واحد أحد ليس معه شيء أحد، فأراد أن يكون هناك مكونات فخلق أحمد. ميم المكونات بقت أحد، تجلى على المكونات فصارت أحمد. سهلة. يبقى أحمد عبد الأحد ومحمد عبد الواحد لظهور آثار التجليات، لأن تجلت الواحدية على الأحدية فظهرت. الأحدية لا تقبل النسب والواحدية تقبل النسب. الواحد يقبل النسبة لكن الأحد لا يقبل النسبة إليه. وعلشان كده محمد لما ظهر بعد ظهور الأنبياء والمرسلين قبل النسبة فصار محمدا. سهلة مش كده برضو؟ يبقى محمد عبد الواحد وأحمد عبد الأحد صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد قبل محمد، محمد لما صار بشرا سويا صلى الله عليه وسلم. طب وقبل بشريته وقبل عالم الذر كان أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللي يسموها الصوفية الحقيقة الأحمدية أو المحمدية على خلاف في التسمية حقيقته. القرآن صرح بذلك، القرآن صرح بذلك في أكثر من موضع، ولكن قليل من الناس اللي تلتفت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ وأمرت أن أكون أول المسلمين. وأمرت أن، محدش قال أمرت أن أكون أول المسلمين من أول القرآن لآخره إلا سيدنا محمد، ولا سيدنا آدم قال كده، ولا جبريل قال كده، ولا حد خالص قال كده. وقالها في أكثر من موضع، في سورة الأنعام مرتين مش كده، وفي سورة الزخرف قال وأنا أول العابدين مش كده برضو، وفي سورة الزمر مرة وأنا أول وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يبقى عندك في الأنعام مرتين وفي الزمر مرة أول المسلمين. طب وبقية الأنبياء؟ يقول لك وأنا من المسلمين. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، مش كده برضو؟ قال فإن تولوا فاشهدوا بأني، وقل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون إيه؟ من المسلمين. نوح يقول منا، ما يقولش أول، يبقى ما حدش قال أول إلا النبي. كويس، يبقى ما حدش قال أول المسلمين إلا النبي. طيب، طب والسماوات والأرض؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا له أسلم من في السماوات والأرض. يبقى كل من في السماوات والأرض مسلم. طب ومين أول المسلمين؟ يبقى النبي، يبقى قبل السماوات والأرض. واضحة؟ مش قال السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين يعني مسلمين، والنبي أول المسلمين. ما قالوش أتينا أول الطائعين، يعني كان قبل السماوات والأرض. سهلة، من صريح القرآن، من صريح القرآن كده. اجمع آيات القرآن كلها. الوهابية اللي ما بيعتقدوش في مثل هذا يقول لك لا مجاز في القرآن. طب ليه في أول المسلمين تخليها مجاز؟ ما تخليها على الحقيقة على قاعدتك. ده هو قال أنا أول المسلمين، وأنت قاعدتك بتكون تصرف الأمور على حقيقتها لا على مجازها. طب ما تخلي هنا أول المسلمين، يقول لك لا دي مجاز. طب اشمعنى بقى غيرت القاعدة؟ طب ما تخليها على القاعدة أول المسلمين. ما حدش قال أول المسلمين إلا النبي. طب ومين اللي قال أول المؤمنين؟ سيدنا موسى. واخد بالك ازاي؟ وخر موسى صاعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، اي المؤمنين بعدم قدرتي على رؤيتك حال حياتي. فلا تعكر صفو الاستدلال. واضح؟ بمراعاه السياق والسباق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اول الخلق واول المسلمين على الحقيقه، واللي يقول غير كده يبقى بيخالف صريح القرآن. بس إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا قول أول المسلمين. وأنت لما تيجي تقولها في الدعاء تقول إيه؟ وأنا من المسلمين. صح ولا لا؟ لكن مين اللي يقدر يقول أول المسلمين بقلب جامد؟ النبي أول المسلمين. قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سهلة. لا ده هم مش فاهمين يا أستاذي، مش فاهمين. طب ما هو لما أسلم سلمان والنبي صلى الله عليه وسلم زرعت 300 نخلة ما عدا نخلة أثمرت من عامها دون تأبير، صح ولا لأ؟ ولا أبروه؟
ما قبروش، ده من عامها اسمرت. فلما الصحابه شافوا المنظر ده قالوا طب واحنا بنقبر ليه بقى يا رسول الله؟ مش عايزين نقبر، عايزين يعملوا راسهم براس النبي. فالنبي اراد ان يؤدبهم ويعرفهم مقامه، فقال لهم خلاص لا تؤبروا برحبكم. ما هو شافوا النبي النخل طلع من غير تأبير لما مسته بايده الشريف، فقال لهم لا تؤبروا. فلما ما قبروش ما اسمرش النخل، فقال لهم ردهم لاصلهم، انتم من اهل الاسباب اما انا من اهل التجريد، انا اتعامل مع الله مباشره اما انتم تتعاملون مع الاسباب. فارجعهم للاسباب وقال انتم اعلم بامور دنياكم، يعني انتم من اهل الاسباب فخذوا بالاسباب، اما انا فلا يقاس علي. دي مساله تانية مش كده برضو؟ بس فالحكايه سهله، يعني هو النبي هيخفى عليه ان التأبير ضروري من الاسباب؟ لا يخفى عليه، لكن هم هنا يعني تطاولوا الى مقام النبوة وافتكروا ان الحكاية بقى سهلة، ما النبي زرع وطلع بلا تأبير، النبي بيواصل الصيام من واصل، قال اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين، انتوا مش قدي ولا زي، اني لست كهيئتكم، لن تؤدي ولا زي. بس النبي ما كانش يكسر من هذا، يقول واللبيب يفهم. فهمتني ازاي؟ بس فالنبي بشر لك البشر، كما ان الذهب حجر لك الحجر. بس والناس معادي، هتجيب لي الكربون والفحم زي الذهب والفضه زي القصدير والنحاس والالومنيوم؟ والناس معادن، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام، معدن النبي حاجه تانية. بس النبي نبي يا عم، النبي نبي. ما هي اداب زياره القبور عموما والاولياء والى ايه والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وما هو يتجنب في الكلام والدعاء؟ زيارة القبور إن كانت لعوام المسلمين فبالدعاء لهم والاتعاظ. إذا كانت لعوام المسلمين، السلام عليكم دار قوم أنتم السابقون، اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوزنا سيئاتهم وسيئاتهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، ولا بأس أن يقرأ القرآن ويهب لهم ما يشاء. ده زيارة والاتعاظ وذكر الموت. طب وزيارة الأولياء والصالحين للتبرك والتعرض لقبول الدعاء، لأن قبور الصالحين يحفوها الملائكة ومحل نظر الله عز وجل رضا بهم عليهم، لأن الأولياء أكثر قربا عند الله من الشهيد، لأن الولاية أعلى من الشهادة. كويس؟ وبالتالي أنت بتلتمس أماكن القبول، والله سبحانه وتعالى بيقول لهم ما يشاءون عند ربهم، وهم الوقت عند ربهم. فلما تيجي تزورهم وتؤنسهم يقوموا هم ينظروا لك نظرة رضا ويحبوك ويقولوا جزاك الله خير، جيت ما نسيتناش بعد القرون الطويلة دي، يا رب اقضي له حاجته. فتلاقي نفسك من غير حاجة كده تروح تزور الأولياء وترجع تلاقي حاجتك اتقضت، ودي مجربة لأن الولي بيدعي لك. طب يقول لك أصل الدعاء من العمل، وانقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، العمل التكليفي، لكن في القبر في عمل تشريفي، ففي القبر من يقرأ القرآن، في القبر من يصلي، في القبر من يلتهل إلى الله، في القبر من يسبح من يهلل، دي أعمال تشريفية لا بأس، فيهاش حاجة. والنبي بيتكلم على أعمال التكليف مش أعمال التشريف، مش كده برضه؟ سهل. وإذا كان للنبي برضه لالتماس تقبول الدعاء والاستغفار، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يبقى ربنا وقف مغفرة الذنوب على حاجتين شرطين، انك تستغفر وان النبي يستغفر لك. فلو النبي استغفر لك وانت استغفرت، يعني وافق استغفارك استغفار النبي غفر لك، كما وافق تأمينك تأمين الامام قبلت صلاة، فعلك شيء بشيء سهلة. وبالتالي ما تروح تزور النبي تكلم النبي بقى، زيارته حيا كزيارته بعد وفاته، لانه ما زال في قبره احيا من حال وفاته. شوف انت بقى لما تروح تصور انت النبي قاعد قدامك وانت عايز تقول له ايه بقى؟ قول له اللي انت عايزه كله يا سيدي، وانت بتزوره قول له اللي انت عايزه كله. يعني انا ما قلتش حاجه للنبي والله بزياره الا ولايات قضيت، دي بالتجربه والواقع، والله لم اطلب من النبي شيء في زيارتي له الا وربنا يقضيها، حاجه عجيبه. واروح اقول له كده زي ما بروح اقابل ابويا واقول له يا ابويا انا عندي مشكله، المشروع بتاعي مش ماشي، انا المذاكره بتاعتي معطلاني، انا مثلا مزنوق في قرشين، انا عايز اتجوز، انا عايز ابيع الارض دي، مش بتاخد راي ابوك؟ ما هو النبي ابونا، بل اولى من ابينا وانفسنا.
فتروح تقول له يا رسول الله شوف لي حل في المشكلة دي يا رسول الله، أنا أعمل إيه فيها؟ أنا احترت، أنا سلمتها لك بقى يا رسول الله، خلصها لي أنت من عند ربك يا رسول الله، أنا من أمتك، مش كده برضه؟ يا أيها العزيز جئناك ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علي، والنبي هو أعز الخلق. أما تقول له يا أيها العزيز جئناك ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، أن الله يجزي المتصدقين. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ولو جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. فتقول الآيات دي قدام النبي تقوم خلاص تتحل المشكلة. يعني أقول لك حاجة كده، مثال مما سألت النبي فيه وانقضى وكان يصعب قضاؤه. طيب اقفل التسجيل، اقفل التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.